طبعا هو احنا الحمد لله يعني وصلنا لهاليوم المبارك هذا اللي تم ان شاء الله فيه. اليوم جلسنا مع نائب رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع القادم حيتم تسليم ليه من قبل السيد الدكتور عبد السلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومه الليبيه. بدينا في اجراء تجهيز المحاضر تسليم والاستلام، ننتظر ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس حيجوا باقي الوزراء والرسائل الهيئات لاستلام المهام تاعهم، وان شاء الله متوقعين يا الاحد يا الاثنين حيتم تسليم الحكومه بشكل رسمي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومه الوحده الوطنيه من قبل الدكتور عبد السلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومه الليبيه.